العمليات الجراحية، كل ما يمكن من العلاج فهو داخل في ضمن ما هو مطلوب وهو من الأسباب، ولا يمنع ولا يعارض كون الإنسان والله يشرب ماء زمزم أو يعمل رقية شرعية، وبالذات الرقية يرقي نفسه، فهو أكثر الناس إخلاصا لنفسه، يقرأ سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو آخر البقرة أو الإخلاص أو المعوذتين مرة ومرتين وثلاثا، وينفث على نفسه أو يمسح جسده كما تفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل معه عائشة الصديقة رضي الله عنها. هذه كلها علاجات وأدوية، لكن من الخطأ أن نظن أن هذا بديل عن العلاج الطبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج وأخذ كثيرا من الأدوية، بل يلفت نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا عن الحبة السوداء إن فيها شفاء من كل داء. إحنا مشكلتنا في المملكة مو الخدمات التي تقدم، مشكلتنا إنه مرضانا ما بيجوا مبكرا وفي الوقت المناسب، هذه المشكلة. ولما توصل للدرجة دي العلاج ما صعب. هذه المشكلة تتفاقم وتتحول إلى واقع مرير، حيث تصل معظم حالات سرطان الثدي لطلب العلاج في مراحل متقدمة، وتقع المرأة والأسرة تحت ضغط نفسي شديد، خاصة وأن علاج سرطان الثدي في مراحل متقدمة علاج طويل الأمد، لما تتطلبه هذه المرحلة من استئصال للثدي، إحدى معالم الأنوثة لدى المرأة. لما دخلت عند الطبيب يعني حاول يهدي، بس أنا سمعاه بالتليفون بيدور على دكتور جراحة، مدام في دكتور جراحة يبقى في استئصال. فأنا قلت له دكتور قل لي الواقع، يعني أنا يعني فاهمة أنا في المجال الطبي. هناك اعتقاد خاطئ آخر سائد بين النساء، يتمثل في أن الإصابة بسرطان الثدي تعني حتماً في كل الأحوال استئصال الثدي. النقطة الأولانية اللي قلناها، هل كل المرضى يحتاجوا استئصال الثدي؟ الإجابة لا، المفروض الغالبية العظمى، المفروض 100% منهم من استأصل الثدي فيهم لو جوا في مراحل مبكرة. في كل الحالات المتقدمة التي يتم فيها استئصال الثدي لمنع الورم من الانتشار، تعقبها حتماً جرعات مكثفة من العلاج الكيميائي للقضاء على بقايا الورم والحد من أي انتكاسة يمكن أن تحدث مستقبلاً. وفي هذه المرحلة أيضاً تسود في الوسط النسائي معتقدات وأفكار خاطئة حول العلاج الكيميائي برمته. لعل ما ارتبط في أذهان السيدات سابقاً حول الآثار الجانبية التي يسببها العلاج الكيميائي من تساقط الشعر والغثيان هو الباعث لدى بعضهن لرفض العلاج الكيميائي. ما في شك زمان كان العلاج الكيميائي صعب والآثار الجانبية متعبة لأي شخص، بحكم أنه ما كان في أدوية حديثة تستطيع أن تتعامل مع الآثار الجانبية وتخفيف الآثار الجانبية قبل إعطاء العلاج الكيميائي. ولكن الآن لو تيجي مثلاً بالنسبة لموضوع الغثيان والاستفراغ اللي كثير من الناس بيخافوا منه، الآن بدأنا بالأدوية الحديثة نستطيع أن نقلص نسبة الغثيان والاستفراغ بنسبة 90%. لقد أصبح العلاج الكيميائي المرتبط بالسرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص مرتبطاً بتساقط الشعر، وهو إحدى معالم الأنوثة لدى المرأة. العلاج الكيميائي ما في شك أنه هو بيقضي على الخلايا السرطانية اللي هي عادة بتكون سريعة التكاثر والانتشار، بس كما تعلم الدكتور سامي أنه عندنا في خلايا طبيعية موجودة في جسم الإنسان تتكاثر بسرعة شديدة جدا، وهذا شيء طبيعي، من ضمنها مثلا بصيلات الشعر، علشان كده بيصير في تساقط في الشعر. طبعا العلاج الكيميائي بيقضي على الخلايا اللي هي فيها تسارع في النمو والتكاثر. يمثل العلاج بالهرمون أيضاً سلاحاً آخر لمحاربة سرطان الثدي. في مرض سرطان الثدي في علاج يسمى العلاج الهرموني، وهو عبارة عن هرمون يعطى لمضادة الهرمون الاستروجين، والآن يعمل في كثير من في المراكز، يعطى لكثير من المرضى وخاصة المرضى اللي هم أصابوا بسرطان الثدي بعد سن انقطاع الطمث أو سن الياس. الهرمونات سلاح ذو حدين، ممكن هي تسبب السرطان لكن هي في نفس الوقت ممكن تعالج السرطان. هنا
هنا في المستشفى الجامعي التابع لجامعة الملك عبد العزيز تقدم أرقى الخدمات الطبية في مجال علاج وجراحة السرطانات بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. العناية الطبية في المستشفى الجامعي والذي يتميز لله الحمد بكثير من الإمكانيات العلاجية سواء طبياً أو جراحياً، والمحور الآخر هو التوعية، توعية السيدات في مختلف أماكن تواجدهم لطرق التعرف والوقاية من مرضى السرطان الثدي. الحمل مسموح به بعد فترة معينة وغالباً عادة. إن أكثر ما يقلق الناجيات من سرطان الثدي هو تضاؤل فرصهن في الحمل والإنجاب، وخاصة الشابات اللواتي لم يسبق لهن الحمل أو الإنجاب. طبعاً أنت تتكلم عن مريضة عندها سرطان ثدي وتبغى تأخذ كيمائي، وهذه كثير يجونا ناس يسألوا عنها وتكون صغيرة السن، وطبعاً نحن زي ما نعرف أنه في الإحصائيات في المملكة العربية السعودية السرطان الثدي يمثل جزء كبير منه في الناس اللي أقل من سن 40. معنى ذلك ممكن تفكر تحمل، ممكن تفكر تجيب عيال. العلاج الإشعاعي والعلاج الكيمائي بلا شك أنه يؤثر على المبيض. الآن في طرق حديثة هي أخذ عينة من المبيض وتجميدها، أو أخذ البويضة وتجميدها، وهذه الطرق كلها واردة وطرق ممتازة وعمل بيها وموجودة الآن في المملكة. التقنيات هذه موجودة في المملكة العربية السعودية. طمنيني الحين كيف أمورك صارت؟ الحمد لله بفضل الله دكتورة، بس إني برضه خايفة يعني أبلغ أولادي ولا ما أبلغهم، يعني في شوية تردد. تمثل الناحية النفسية للسيدات اللواتي يخضعن لعلاج مكثف من سرطان الثدي حجر الزاوية في نجاح ونجاعة العلاج. تكوين وإنشاء حلقات الدعم النفسي كانت من أولويات أعضاء كرسي الشيخ محمد حسين العمودي لسرطان الثدي، نظراً لأهمية هذه الحلقة المفقودة في كثير من مراكز علاج سرطان الثدي في المملكة. نحن كفريق طبي علمي لما جينا نفكر في الخطة كيف ممكن نساعد الناس بصورة أفضل وصورة أكثر فائدة، وجدنا أنه في حلقة مفقودة في العلاج الطبي، أهم حلقة في تصور هي حلقة الدعم النفسي. من أهمها ومن أهم الأسباب عدم ظهور السيدات المصابات والاعتراف بمرضهن، هذا من أهم الأسباب. حاولنا من خلال الفريق أن نكسر حاجز الصمت في هذه الناحية، بحيث نوجد مجموعة من المصابات ومجموعة من الطبيبات ومجموعة من الناشطات في المجال الاجتماعي والمجال النفسي. تلعب الأسر المتعاونة والمتفهمة دوراً مفصلياً في تحديد ونجاعة مسار العلاج لمريضات سرطان الثدي. يعتبر الأبناء والزوج هما الحلقة الأقوى في دعم مريضة سرطان الثدي. فيجب على الزوج أن يراعي طبعاً شعور زوجته وأن يقف بجانبها ويشد من عزمها ويشجعها ويرفع معنوياتها، لا يتهرب عنها. صح أن استؤصل صدرها أو فقد جزء من جسمها لا يعني ذلك خلاص هذا نهاية المطاف بالنسبة لها، بالعكس بالعكس يجب أن أشجعها وأوقف جنبها في كل ما أوتيت من قوة من دعم معنوي ومادي وإلخ. ونظراً لأهمية الدعم النفسي لمرضى سرطان الثدي أثناء فترة العلاج وما يعقبها من تأهيل نفسي للمريضة، فقد بادر أعضاء كرسي الشيخ محمد حسين العمودي لسرطان الثدي بإنشاء عيادة استشارية لمريضات سرطان الثدي، هي الأولى من نوعها في المملكة. في عندنا اللي هي العيادة الاستشارية لاستشارات ليست علاجية ولكن استشارات عامة لأي مريضة. المريضة لما تدخل في تجربة سرطان الثدي بتتأثر نفسياً واجتماعياً وعاطفياً ومن كل النواحي، عندها أسئلة كثيرة، طبيبها المعالج قد لا يجد الوقت أنه يجاوبها، قد تجد إشكالية مع زوجها في علاقتها بزوجها وتتأزم العلاقة، قد تجد إشكالية في تأثير المرض على نفسيات أولادها. هذه نوعية الاستشارات هي اللي بنقدمها في العيادة الاستشارية.
ويهدف كرسي الشيخ محمد حسين العمودي لسرطان الثدي على المدى البعيد.